Hello everyone, this is Chef Nael with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. جبنا 1 كوب 125 جرام طحها بالميكرويف حدود دقيقة أو أقل من دقيقة لازم نرقبها مهم تسيح. كيف نعرف الجبنة المناسبة؟ 26 جرام دهون بتكون فيها تقريبا وكربوهيدرات صفر والبروتين 26%. إذا كان فيها كربوهيدرات بتكون فيها نشا وهي غير تكون يعني غير صالحة مغشوشة بتكون. بنقلب الجبن جيد وبنوضع صفار البيض. إذا صفار البيض كبير بنوضع واحدة وإذا صفار البيض صغير نوضع 2 صفار بيض. هيك أصبحت جاهزة. نوضعها على ورق الزبدة وبنفردها وبنقطعها. نقطعها بشكل مناسب مثل ما انتم شايفين العجنة كتير روعة. بنقطعها بشكل مناسب وبنتركها تبرد تماما، يعني بنتركها 10 دقائق ربع ساعة ونخليها تبرد تماما. نوضعها جانبا ونخليها تبرد تماما. بعد ما تبرد نوضع الماء الساخن، يكون ماء ساخن، نوضعها بالماء الساخن تقريبا نصف دقيقة أو أكثر شيء دقيقة إنه تغير لونها من أصفر لأبيض بصير لونها أقل من دقيقة. وإذا نوع الجبنة من نوع بدوب معنا على طول نغسلها بماء بارد ونوضعها بالصحن مثل هيك وأصبحت جاهزة. نوضع الصلصة المناسبة لإلنا. في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.